السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة يوم الأربع 23/1/2019، ومرة تانية من التايم سكوير ومن قلب التايم سكوير نفسه، والمكان اللي بيتعمل فيه الإيفنتس أو الحفلات أو اللقاءات الجميلة الفنية دي. هنا أهو المدرج اللي ورايا ده اللي بيتم فيه عمل اي ايفنتس او اي حفلات. يعني رائع 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 تايم سكوير. والمطره بدات تنزل، فهضطر طبعا امشي انجز يعني زي ما بيقولوا، او يعني امشي بسرعه لان الدنيا بدات تمطر. وهم دلوقتي في انتظار هطول امطار مع الثلج. اهلا بيكم من برودواي وتايم سكوير بعد العرض المسرحي، والجو تقريبا بدا يبقى لطيف، يعني تقريبا درجه الحراره بدات تنزل شويه، يعني بدانا نشيل القفازات وممكن نمسك التليفونات من غير قفازات، والناس بدات تنطلق في الشوارع لان درجه الحراره بدات تنزل شويه. كان جميل النهارده بصراحه، العرض كان ممتع، الموسيقى اكثر من رائعه، والتمثيل والغناء الناس ما شاء الله ممتازين جدا جدا، وكمان الديكورات والتقنيات المستخدمه في التنقل ما بين المشاهد والاخرى والاضاءه. الاضاءه النهارده كانت ممتعه جدا جدا، الاضاءه في العرض المسرحي كانت اكثر من روعه. نتجول في البرودواي، بصراحة مفيش أجمل من التمشية في نيويورك، خاصة البرودواي. حقيقي اليوم كان ممتع،
الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم من الهارلد سكوير واحد الميادين الجميله واللي معمول فيها اعداد جميله جدا. وما زلنا في الهارلد سكوير